معنا من صنعاء مراسلنا أحمد الشلفي. أحمد، كيف هو الوضع في صنعاء وهل توفرت حصيلة لقصف مساء أمس؟ نعم، صنعاء كانت يعني منذ الساعة 11 مساء بالأمس وقعت تحت قصف عنيف. ربما الساعة 6:30 توقف هذا القصف وأصبح متقطعا. نيران كثيفة وقعت تحت العاصمة اليمنية صنعاء، في خاصة في المنطقة الشمالية في العاصمة، في منطقة الفرقة الأولى مدرع ومنطقة حي الحصبة وصوفان، وأيضا منطقة ساحة التغيير بصنعاء، الساحة نفسها وأيضا المناطق المحاذية لهذه المناطق. هناك عدة قتلى، نحو 3 قتلى على الأقل في منطقة حي صوفان بالحصبة، حيث تواجد هناك أنصار الشيخ صالح الأحمر. كانت هناك قذائف مدفعية وقذائف هاون، وأيضا سقطت على المنطقة، وأيضا بدأت الاشتباكات عندما قامت قوات الحرس الجمهوري والقوات الموالية لصالح باقتحام هذه المنطقة، وتصدى لها أنصار الشيخ صادق الأحمر. هناك بالإضافة إلى 3 قتلى، ربما يكون العدد ارتفع أكثر، عشرات الجرحى في هذه المنطقة. وكنا نستمع إلى بعض السكان قاموا بالاتصال بنا من أن هناك الكثير من المنازل قد تضررت، وأن هناك الكثير من القتلى والجرحى لم يستطيعوا سحبهم بسبب شدة القصف وعدم توقفه. أيضا في ساحة التغيير بصنعاء هناك على الأقل قتيل واحد برصاص قمصة موالين لصالح، وهناك أيضا الكثير من الجرحى بسبب القذائف التي سقط يعني معظمها في الساحة، سواء في جامعة صنعاء القريبة من ساحة التغيير بصنعاء والتي بداخل الساحة، والمستشفى الميداني، أيضا في مناطق متعددة من منافذ هذه الساعة. أيضا سمعنا أصوات يعني قذائف كبيرة جدا في منطقة هايل، في منطقة الزراعة، في المناطق المجاورة أيضا لشارع 20 والقريبة أيضا من جولة كنتاكي. وأيضا استمعنا إلى بعض الاشتباكات، الحقيقة لم نحصل على حصيلة كاملة لهذه الاشتباكات. وطوال الفترة السابقة أيضا حتى ما قبل ساعة، نحو ساعة، كان هناك قذائف مدفعية وأيضا قذائف صواريخ كاتيوشا كانت تطلق على الفرقة الأولى مدرع، سقط هناك بعض الجرحى، ونحن الآن أيضا متأكد من هذا الأمر. لكن أيضا اتصل ببعض الأطباء من مستشفى جامعة علوم التكنولوجيا، من مستشفى الألماني في منطقة دارس، وفي مستشفيات أخرى والكثير، خاصة في مستشفى جامعة التكنولوجيا، قالوا أن قدرتهم الاستيعابية لم يعد لهم قدرة استيعابية بسبب القتلى. يعني مستشفى جامعة التكنولوجيا تحدث عن مجموعة من القتلى وتحدث عن عشرات الجرحى، وقال لأحد الأطباء هناك بأن قدرتهم الاستيعابية أصبحت صفر، وأنهم يستغيثون الآن إلى المستشفيات الأخرى لنقل. على كل حال أحمد، سنعود إليك خلال نشرتنا لاحقة لاستطلاع الوضع بصورة أوضح. شكرا لك أحمد الشلفي، مراسل الجزيرة، كنت معنا من صنعاء.